احنا ما نقدرش ننكر ان الجيل ده اللي موجود الصغير ده بقى متطلع اكتر، بقى اشطر مننا في انه يتفرج على افلام اجنبيه، بقى يقرا حاجات كتير على السوشيال ميديا، بقى حتى بيلعب جيمز وحاجات. الجيمز دي اصلا بيبقى فيها مصطلحات وبيبقى فيها فوكاب هم بيستخدموه مع بعض، البلاي ستيشن والحاجات دي، فغصب عننا هم اللي بقوا يحطوا القاموس اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنشوفه. طيب غير توكسيك ايه تاني؟ كلمة برضو فضت معانا كده شوية يعني. في كلمة السنة دي أو من 2020 وداخلة معانا السنة دي مكملة، كلاون. كلاون كلاون كان زمان اللي كلاون ده المهرج. بالظبط، المهرج أو الأرجوز. دلوقتي بقينا بنستخدمها في العلاقات بقالنا سنتين تلاتة أهو. وهتقولي لي الشباب هي اللي بتطلع الكلام ده، هقول لك كلاون دي طلعها أصلا الرئيس الأمريكي جو بايدن في يعني ديبيت كده سياسي كان بيتكلم فيه مع دونالد ترامب. فهو كان بيستخدمها كنوع من انواع السخريه انه عشان بيقطعوا كتير. انا عارفه الديبيت ده، بس هم هناك عندهم ممكن عادي يقولوا كلمه عادي. بس هي من بعدها الكلمه بدات تنتشر في جيل الشباب، بداوا يستخدموها كمصطلح كوميدي ان انا بقلل من اللي قدامي. كلاون، حتى كلاون احنا بنستخدمها عشان نتريق على ضعفنا مثلا ناحيه الطرف الاخر. اللي هو لما واحده مثلا ترجع لخطيبها اللي هو كان بيأذيها تقول لك انا كلاون قوي، انا رجعت له مجرد ما اتصل بيا. بشوف فيديوهات كده برضو اللي هو انا عمري ما هرجع له تاني، ده انا لو رن 1000 مره. فيديوهات كده بتبقى موجوده على السوشيال ميديا، اول ما تليفوني يرن اي حبيب قلبي انا جايه. ايوه يعني هي بتطلع بعد الفيديو ده تقول لك والله فعلا انا كلاون، يعني انا ما عنديش شخصيه بس ممكن انا اقول كده على نفسي يعني. وفي كمان مصطلح طالع يقول لك لما واحده برضو تنفصل عن حد تقول لك ده لوزر. يعني ايه يعني؟ هو الخسران يعني. هو اصلا يعني بيستخدموها اللي هو فاشل يعني، هو اللي خسر. انا بقول لك كل ما المصطلح بيبقى انجلش اكتر او حديث اكتر ده بيخفف الاثر النفسي بتاعه، معرفش ليه. يعني نقدر نقول ان احنا هي دي مش فزلكه يعني، ولا هي تناكه، على قد ما هي ان انا لما بستخدم اللفظ او الفوكاب بالانجلش فده بقى يعني ما بحسش ان انا جحدة اكتر، او مثلا ان انا بشتمه او بتنمر عليه يعني، هو كده عادي. بالظبط، تحسي ان انت اللي ضحيه، اللي هو انا بيخفف اثر الكلمه يعني. مع اني عايزه اقول لك حاجه بقى، كلمه توكسيك مثلا لما حد يقول على حد توكسيك غالبا بيطلع هو التوكسيك. ليه؟ لان من اكتر علامات الشخص السام يعني ان هو بيقلب الترابيزه. فلو حد مهتم قوي يقول لك ده هو اللي كان توكسيك، انت مش ضمانك ان مش اللي بيحكي.